عسلامة. عسلامة مدام. لاباس؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله، عرفنا عليك. اسمي سامح، أنا تونسي ومقيم بتونس لهنا. مرحبا بي. عبيك عايشك. سؤالي هو سبب عزوف شباب على الزواج. سبب عزوف الشباب على الزواج. بون، هو الشباب ماهوش يعزف على الزواج. أي شاب تونسي هذيك سنة الله في خلقه، يكمل نص دينه وياخذ البنية اللي يحبها. ما نتصورش حتى إنسان ما حبش هكا بنت حومته، ما حبش بنية في دون لي طون، ما تعرفش على فتاة أحلامه وحبوا بعضهم. لكن شنو اللي ما يخليهمش يكملوا في الطريقة هذاك؟ هي كبنية كامرأة تحب تعيش عيشة مرتاحة، ما تحبش كيف تعرس ويجيوا الصغار وكل شيء. صحيح هي تحب رجل هذاك، وكان ما جدش تحبه ما تكونش معاه فامي وما تكونش معاه عائلة. لكن في الاخر شنخلطوا البوان نختلفوا فيها الناس الكل، واللي هي ظروف ما عند ظروف بلاد وقدر ما عند ربي سبحانه، اللي هو غلاء المعيشه، كوش احليب كذا كذا اكسترا. اذا كان هو عرس وهو ما يقدرش باش يبني دار، يعني تولد هو في عائله فقيره دونك باش يكري ساليرو يبدا ضعيف. اذا كان هو يخدم في سوسيتي، يعني ماهوش يخدم نهار كيما نقولوا، يعني يخدم نهار وعشرة بطال. احنا نقولوا الناس الكل تخدم في سوسيتي، في معامل، في شركات، به السالير اللي دارج طويكة نسمع فيه انا ديما واحد كي يدخل اول مره باش يخدم 500 دينار 600 دينار. 600 دينار اختي نحطه مازال ما تزوجش، يعني خاطبها فيونسي. 600 دينار ما بين 200 دينار دخان وقهوته وترانسبورو، و200 دينار يعاون بهم عائلته في ماهم في ضوهم في ماكلته في كذا، 200 دينار نحطوا هذيك لبسوا شيخو سروال شيخو سبدري كايها الشباب باش يظهر في مظهر لائق، باش خطيبته تفتخر به ولا صاحبته ترى في مظهر لائق. زاد ما يساعدش يا رسول الله يخدم 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 شي يخدم قبلها نهار تقبلها قبلها باش لك بلاستيك تروا بونت، ولا يمشي لها لحيته هايجة وشعره ندرا كيفاش وما عندوش حتى كعيبه بارفان. باهي باهي. مشيت انا الرحمة الروحي بار اكزومبل، انا واحد من الناس اكزومبل هكا حي قدامك. قبل كي كنت نخدم اكثر من شطر شهريتي تمشي في اللبس وفي البارفانات وفي الجيل وفي ندرشني يا رسول الله. يصير تهتم بال روحي على الاخ كي نبدا متعدي ما شاء الله، الناس كل تعرفني انا غير ما نشكر روحي هكا كيما بابا كان لاهي بروحه حتى انا لاهي بروحي. على البوك على البابا نضايف به به. اللي خسرته حمام برك كل جمعه والكاسه سلخت لي رقبتي ما يشري زوز كراهه. الطيبة غوصت في جرتي. بيه انت توا تخمم في الزواج ولا لا؟ نخمم في الزواج ولا لا؟ اخر موضوع نخمم فيه يبدا مزت لي شطر ربوع ثانية في مخي باش نتوكل الموت، وكتبت الوصية متاعي حتى النقطة كنت صححة متاعي في الوصية ما تلقاش فيها الزواج. علاش؟ تونسية كي ندعثر هكا في مليار نعمل هكا نحطه قدامي ونعرس بتونسية ونختار بنية هكا محلاها وبنت عالة. ديجا فما آلاف مليارات توانسة ما شاء الله، البنية تلقيها رجلة ومحلاها وبنت عائلة وتقف معاك وتعطيك. عنا الباهي بطبيعة، عنا الباهي على الاخر. وعرفت الباهين، مش نكذب على روحي، انا عرفت بنات باهين. انا كنت عرفت دون لي تون برشا بنات تعطيك حتى فلوس كي تطيح بيك تعطيك، خاطر انت زادك كيفاش ينوب عليك ربي ولا تخلص ولا كذا تبدا معاها تطيح بها زاد هي تعطيها. انا زاد فما شكون اعطيتها وهي من بعديك تعطيني، مالا كيفاش تعاشرنا وزدنا حبينا بعضنا. لكن نرجع ونقول لك كيما المره الاولى نوصلوا ديما لبوان كاسها على الاخر وتبكي الرجال. فما رجال بكيت، اش خلى شباب تونس حرق وخرج من بلاده مش من الخير. تصور انت كان جات تونس كيما مرسي كيما كندا زعما يسيبها ويحرق. احنا تويكا في ازمه كاسحه البلاد، معناها تمر بظروف صعيبه، اش خلى الشباب هجر؟ قعدنا ندورو بنات صافي ما عدا كعبتين وكعبه على 100 فتاه نلقوا كعبتين وليد. هما دول اللي تنفخوا علينا وانا على مشكون نرضى. سمعت انا الكلمه ذي انا على شكون نرضى؟ وهي مرضت على حد تحلم به، هي ما لقيت حد. اما كلمه ذيك تقولها سانسو بها في الفم ديما كيما سبع الخير اعطيني كعبه ابوار، تقول لك انا على من نرضى. وينو هل ما ترضى؟ وينو؟ باه على من نرضى نمشي معاك ونعمل لك زاد، نعمل لك زاد انا شعري نقول حتى انا على من نرضى زاد عندي ضربه زاد على من نرضى. ليش ان شاء الله تكون طن؟ ندور نعمل دور عاقله قدامك على من نرضى. انا كنقول يا لطيف على بناتك، نقول يا بناتك تبارك الله صف، مش نشكر في روحي مش نشكر ثقه على الاخر باربو متاع بناتك.
يا لطيف هكا كلها تغزل لي طال. به به انا طوب باش نحكي لك الكار اللي صارت لي، يعني حكايتي. انا كنت نخدم في سوسيتي، سالاري بيا والحمد لله يا ربي، جوي به على الاخر. في فتره من الفترات بعد خدمه 9 سنين برسك 9 سنين خدمه مترسم اموري واضحه، زاد ما ناقصني شيء، صار لي اكسيدون، حادث مرور، صار لي حادث مرور. من بعد الحادث مرور هذا بقيت 4 شهور في الدار، يعني حالتي الصحيه تعكرت شويه، تعبت، رجعت باش نخدم بعد 4 شهور. طلبت منهم مجرد طلب صغير اللي انا باش يحطوني في سوسيتي، في السوسيتي هذه نتاعي بعد 10 9 سنين معاهم خدمه، في بوست مرتاحه شويه، في انتظار اني نعمل المساج على كتفي ونرجع نخدم نورمال. قالوا لي لا، احنا تو في ظرف تخدم، بحكم انا البوست نتاعي مجازيني، المجازيني تتعب برشا باش تخدم، بوست هذه متعبه 8 سوايع واقف. قالت لي لا، قالوا لي لا، العروفات وغاديك اللي شادين البوستات المهمه قالوا لي لا. كي قالوا لي لا اضطريت باش نخرج، لكن كي خرجت خذيت كل مستحقاتي باش ما نظلمش الناس، حتى السوسيتي نتاعي اعطتني كل مستحقاتي. خرجت اعطوني الشيك نتاعي، شفت حياتي. فك البريود هذيك اللي انا معناها، تصور انت انسان بعد 9 سنين خسر خدمته كذا، ضغط نفسي كبير وكلمات الناس وهاكا بطل وهاكا ندير شنو، كيما تعرف كيما اي شاب نمشي ندخل القهوه نقعد على روحي، قهوتي بحذايا دخاني بحذايا كذا اموري واضحه. نهار ندور على الفيسبوك عرضني بروفيل تاع امراه، شكيت فيه اللي يعني ظهر لي كلي غريب. ظهر فيش غريب؟ برسك يشبه برشا البروفيلات التوانسه، بروفيل توانسه يعني فوتو دي بروفيل وستاتيات، يعني مش ستاتيات بروفيل، ما انا حسيته ما بين الفو بروفيل وما بين الصحيح، حتى اللي بارتاج فيه مش شويه جامات، ديما تلقى ان دو جام ظهر كنت صحيح، كان جا فو بروفيل راهو الف جامات، اللي يجي يدخل شلك شلك يبعث انفيتاسيون ويدخل. باه بعثت انفيتاسيون كالناس، ما نعرفش صبعي كيفاش نزل، بعثت انفيتاسيون ما قعدتش هكاك 3-4 جور تقبلت. ايامات ولينا نحكي سالو سافا. شكون هي؟ هذه إنسانة تعرفت عليها، فرنسوية الجنسية من فرنسا، جات لتونس بليزير فوا برشا مرات، تعرف تونس بيان بيان. جات لتونس على خاطرك ولا هي سي ديجا تعرف تونس من قبل؟ هي تعرف تونس قبل لكن ما جاتش على خاطري، لسوء الحظ هي جات لإنسان واحد آخر، هي تحكي مع زوز توانسة، تحكي معايا أنا وتونسي آخر. كان تونسي الاخر كيما نقولوا ما عملش معاها الباهي، هي جات على خاطره وجايبت له ديك حبته على الاخر، هاي حبته هي، ميم جينيراسيون راه شاب كيفي. جاتو جابت له كادوات، جاتو لي هو، ما جاتش لي انا، شنو نكذب على روحي نقول جاتني لي انا، ما جاتش لي انا. بعد بقات عادات معاها ايام رمضان هذا اللي فات، راهو مش بعيده برشا الحكايه، عادات معاها ايامات قبل رمضان وعادات معاها بريود في رمضان. باه البريود هيك تلاحظ فيه، تلاحظ عليه، يعني كيما نقولوا انت تعرفت على انسان وتقيت تعس تشوف زعما الانسان هذاك المناسب اللي انا تعرفت عليه ولا مش هو، يعني زعما اللي حكاه لي في الفيسبوك صحيح ولا مش صحيح، تعمل في كومباريزون مقارنه. به بعد بريود اقتنعت اللي هي مع الانسان الخاطئ وبقات وعملت لي بلوك على الفيسبوك، بحكم هي وقتها جات للاخر انا بيدي ما فهمتش البلوك هذا. عملت لك بلوك وقتها هي جات لتونس وما عادش تحكي معاك. تونس جات لتونس وعملت لي بلوك، الايامات الاولى نتاع رمضان تنحى البلوك وحده. بعث لي وتجاني ميساج. سالو سافا كذا بالكام نحكيو. نحكي انا فرونسيز، سافا جوي باهي. مثقف اموري واضحة. نحكي معاها نحكيو. شاد بدون واحد كاجولين ولا شنو تونسي البيدون. وتصب في اللافابو في الكوجينة المرا كي كلمتني بالكام. اباب دخت انا. يا ما ركزت في الكاجولين بعد الديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي انا حتى الصابون الاخضر نتبع فيه كيفاش مطيش هكا في الحوض. يا مدام شنو احوالك؟ اعطيتني دات راك قبل رمضان قلت لي نورمالمون في الداتا هذيك نبدا في تونس ونجيك وندرا شنو وانا نحضر في روحي وديجا ما في بالك انا حكيت لدارنا راه طلعوا عيب هذا بالعباد راه ما نحبوش وربي معاك انت والبلاد قطع النظر على البلاد اللي انت جايه منها ما عنديش حتى اشكاليه انا لهنا حتى لهنا الحمد لله حتى كي خرجت من خدمتي الحمد لله على الاخر وينوب ربي بخدمه واثنين وثلاثه وعشره بالنيفو نتاعي بالاكسبيريونس نتاعي ما نبقاش بطال قدره ربي. قالت لي جيت انا توا ديجا في تونس وبحذايا راهو في بقعه قريبه مني. جيت لتونس سميت لي البقعه زاده منطقه سياحيه في الولايه اللي نسكن فيها انا. وجيت اما جيت راني لشكون؟ ديزولي قالت لي هكا ديزولي انا جيت لشكون؟ وراني مش نسكر توا الفيسبوك خاطر شكون هذايا جاء. دق الباب وباش يدخل.
ربي معاكم معاه اورفوار. طلع لي الدم الراسي فديت في رمضان اللي فضيل شعلت سيجار وان شاء الله ربي يغفر ويسامح. ملا حسب كان جيت صايم كان جيت في افطار يا لطيف به صارت بيناتهم مشاكل صارت طول المدة صارت بيناتهم مشاكل طلب منها الزواج باش يخرج يعني ظهر الأوراق يعني حاجته بالأوراق نتاعو شنو طلب منها الزواج في فترة صغيرة هي معاه طلب منها الزواج قالت له نو أنا ريتك تعمل في حاجات ماهيش متاع مسلمين أنت تشرب قبل رمضان بنهار وبنهارين أنا ديجا قورية مانيش مسلمة مازلت ما دخلتش ما نجمش نعمل فازات كيما كاك أنت ديجا عملت به المفيد به صارت بيناتهم مشاكل دخلت انت على الخط نفها كذا هدته بالحاكم هرب مشى على روحه هساك ومشى طلبتني انا قالت لي اجاني حاول تعاوني راني في مشكله عاونتها ما كنتش باش نمشي مش نكذب على روحي ما كنتش باش نمشي خاطر هي تتسمى تمانيكا صغيره لكن عندي صديق عنده اكسبيريونس اكثر مني ولد بلادي ويتعرف ديما برشا على الكور يجيب فيهم لهنا كاين ويجيب في الحمام به تصفيره يجيب سرست لك جميع بلدان العالم كي مشيت له يسمع فيه هو نحكي انا قاعد بحذاه ونحكي هكا فرنسي قال لي شنو هي المشكله قلت له راهي الصوره هكا قال لي هذه عباره شخص محتاجك باش تعاونه في فازا اسكو تمشي انت تعاون انا نعرف صاحب حكم تربيتك ونعرفك معاشرك نعرفك باهي يعني كي تلقى انسان في بروبليم تعاونه قلت له والله هي في بروبليم مش في بروبليم اما انا عندي 2500 في جيبي تو هي تحب تو نبيت بحذاها انا نمشي بحذاها قال لي تمشي يا ولدي ما عنديش تويك فلوس فوق مني وبعيده الدار تويك نبق علي انا فيها انا بحذاها بعيده الدار قال لي يا ودي اخرج دزني قال لي اخرج اخرج برا امشي قلت روحي في الشارع طلبتها هكا تطلب فيا بالميسنجر وانا نحكي معاه والميسنجر ور 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 اش ثم قالت لي ايجا تصرف ترونسبور كذا رمضان اش تعرف رمضان وما حتى فارغه بعد ما عاونتها وكل شيء كل ولات بيناتنا ريلاسيون شافت الديسكسيون تاعي انا وياها في القبل في السابق وشافت عيشتها معايا لقاتها ماشيه اون باراليل يعني كلامي صادق شنو هي ديانتها هي شنو هي ديانتها ما كانتش مسلمه لكن توا بحكم كي حبتني وصلت دخلت دين الاسلام على خاطري قالت لي انت اللي انا بالرسمي حبيتك اسلمت دخلت دين الاسلام هذاك وحده اجر عند ربي يعني بالنسبه لي انا اجر عند ربي وتصور انت نبدا راقد الصباح تخليني راقد ما تفيقنيش تمشي تقضي تمشي تجيب كل شيء وتجيب لي حتى انا دخاني وحتى قضيتي انا ما تخليني يعني حتى الفتره اللي انا مشيت عشتها معاها ما تخلينيش خليكش ناقص شيء خلينيش حتى وهي تفوتني راهي في العمر قديش هكا هي 40 قديش 30 اكبر دونك 10 حتى لهنا في تونس يعرسوا ساعه اكبر منها بكانزون يعرسوا به المهم بالفتره اللي عديتها معاها 5 على 5 وما راتش مني عيب وانا ما ريتش منها عيب كي جات مروحه اخر نهار كي جات مروحه اخر نهار انا ما عندي شيء باش نمدلها يعني كادوات كاكا خاطر هي ديجا يرحم والديها عطتني تصور انت عطتني كادوات عطتني كل شيء عندي شركه فضه والله العظيم ضرب فيها زديد في رقبتي عندها سنين الله قديمه نحيتها ومديتها لها قلت لها هذه سوفينير حملتني وبستني ولات تبكي يعني ينظروا كي تمد حاجه كيما هكا تراها اغلى من رويس رويس اغلى من اغلى كهرباء ما تخرج معايا كان بالنقاب يعني مش حجبتها هي تدينا هي عملت تدينا مدينا هاي مدينا ليش لبستوا الحجاب هذه حتى اللي تقابلنا في رمضان الفضيل يعني لبستوا نعم يعني وقت اللي تقابلته انت لقيتها لابسه الحجاب لقيتها لابسه يعني من قبل لقيتها لابسه اما ما زالت ما دخلتش لدين الاسلام يعني تحذيرات تاع دين الاسلام يعني ان كيما انسان اكلي بقى ينظف في روحه ينظف في روحه من بعد ولا يصلي وبعد ولا كذا ينقص في برشا حاجات حسها زايدة في حياته وقفت معاك على الاخر وقفت معايا على الاخر وقالت لي كلام والله حتى التونسي اللي يقوله وقفت معايا مادين ومعنوي مش نكذبش على بنت الناس خلي لي كلمة الختام نحب نقول اللي بلادنا راهي باهية وشعبنا بزين على الاخر والله بنات وولاد باهين قطع النظر مرأة ولا رجل كلهم باهين الظروف هي السبب في اللي قاعدين نعيشوا فيه تو واللي قاعد يصير فينا تو